ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا باثنين تريلر، هنعمل لهم اثنين تريلر رياكشن، والفيلم الاولاني هو هالوين كيلز والفيلم الثاني هو تشانج تشي. الاثنين تريلرز لسه نازلين امبارح. السنه اللي فاتت تقريبا على ما اظن كان نزل التيزر بتاع هالوين، كان مجرد كان حرفين بتاع 20 ثانيه تقريبا على ما اتذكر يعني. امبارح نزل الاوفيشال تريلر، اخيرا هينزل فيلم في 15 او تقريبا 16 اكتوبر في صالات العرض طبعا بره في امريكا وفي مصر. ما اعتقدش ان هو هيتعرض على منصه من المنصات، هو هينزل في السينما في السينمات. خلينا الاول نبدا بفيلم هالوين كيلز. هالوين كيلز هو من اخراج ديفيد جوردون جرين، ده اللي كان عامل فيلم هالوين اللي هو اللي فات على طول، اللي هو كان نزل من كام سنه. هو دلوقتي بيخرج لنا فيلم هالوين كيلز، وكمان هيحضر ليه هالوين انز. هالوين انز ده مفروض تقريبا هينزل السنه اللي بعديها اللي هو السنه الجايه، يعني هيكون اخر جزء ليه في سلسله افلام هالوين. انا واحد من محبين السلسله بصراحه، هالوين وفريدي كروجر وجيسون اللي هو بتاع فرايدي ذا 13، انا بحب بصراحه الناس دي كلها، بحب السلسله عمر ما بزهق منها، وشفت الافلام بتاعتهم كلهم يعني. وهو كمان المخرج بتاع هالوين بيحضر لنا فيلم، انا بصراحه لما عرفت انا اتبسطت جدا، وهو فيلم ذا اكسورسيست، فيلم بتاع 1973. الفيلم ده انا بصراحه بالنسبه لي واحد من افضل افلام الرعب اللي حقيقي اتعملت على مدار التاريخ يعني، حتى الساوند تراك لحد النهارده لسه محفوظ في العقول، فاجر يعني، فيلم فاجر. واللي عجبني اكتر كمان ان الفيلم اللي هيتعمل بتاع اكسورسيست ده هيكون سيكول للفيلم بتاع 1973، لان بعد كده عملوا تقريبا بتاع 3 4 اكسورسيست بعديه، بعد الجزء الاولاني يمكن تقريبا على ما اظن اكتر، كلهم فشلوا، مفيش غير الاولاني هو اللي نجح. الجزء ده بقى اللي هيتعمل الجديد اللي هو تقريبا هيتعمل في 2022 او في 2023 هيكون سيكوال للجزء بتاع 1973، وانا اصلا بحب الفيلم ده جدا جدا جدا. طبعا فريق البطوله هو هو يعني مفيش حد جديد، جيمي لي كورتيس نفس الكاركتر اللي كان بتلعبه في اجزاء هالوين التانيين اللي هي شخصيه لوري، وفي كمان جودي جرير، وفي ناس تانيين برضو بس انا ما اعرفهمش للاسف. متحمس جدا للفيلم وحموت واخشه اساسا، لان انا زي ما قلت لكم انا من محبين السلسله بجد جدا من قديم الازل يعني، انا متابع السلسله حرفيا، او انا كنت بتفرج على افلام هالوين تقريبا من زمان يعني، من ما كانت بتيجي في التلفزيون حرفيا على القنوات الارضيه وعلى ام بي سي 2 اول ما اتعملت. فلا يعني طبعا كالعاده ما اتفرجش على التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. هالوين كيلز تريلر 1، هو تريلر 1 مفروض، مش عارف اذا كان هينزلوا تريلر 2 ولا لا، بس هو ده المفروض يعني اوفيشال تريلر يعني بمعنى الاصح. طبعا كان عادي ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي اول مره. هالوين كيلز يلا بينا. Another innocent person died. If you track Michael's victims, that's a straight line to Michael's child. Let's hunt him down. Michael Myers is flesh and blood. Run! Go now! He's the essence of evil. Come and get it! I'm coming for you, Michael. اوكي، هالوين كيلز في اكتوبر 2021 اخيرا، من اكتر الافلام اللي انا متحمس لها جدا على فكره. انا بعشق شخصيه مايك مايرز، انا عاجبني جدا كمان الريميكس اللي هم عاملينه للساوند تراك بتاع القديم بتاع جون كاربنتر بتاع هالوين بتاع اللي بقاله 30 سنه يعني، يخرب بيت الجمدان. بس انا برضو اي بريفير الساوند تراك القديم يعني. انا حاسس ان الفيلم ده هيبقى جوري اكتر في ناحيه القتل اكتر من الجزء اللي قبليه، ده من وجهه نظري برضو. انا حاسس ان الجزء اللي قبليه الفيلم ما كانش جور قوي، الفيلم ده حاسه جور قوي. وبعد كده انا عندي تعقيب عايز اقوله،
انا حاسس ان هم حرقوا كتير قوي في التريلر، مش فاهم ليه يعني. حاسس ان هم جابوا ناس كتير هو قوي وهو بيقتلهم، حرقهم زياده عن اللزوم يعني. كنت اتمنى ان انا اشوف الكلام ده في الفيلم يعني، بس ما علينا قشطه. انا طبعا نسبه ترقبي للفيلم هي 8.5 من 10، واتمنى ان هو ما يخذلنيش، ابوس ايديكم لان كفايه خذلان يعني. ده كان بالنسبه لهالوين كيلز. هنخش على طول على التريلر الثاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن، وهو فيلم تشانج تشي. تشانج تشي احنا كنا اوريدي عاملين له تريلر رياكشن، بس هو في عالم مارفل السينمائي يعتبر ده تيزر، ما كانش تريلر. الفيلم من اخراج داستن دانيال كريتن، ده هو اللي كان عامل شورت تيرم 12 وكان عامل جاست ميرسي. طبعا سيمو ليو هو تشانج تشي، ومعانا اكوافينا. اكوافينا برضو من الناس الممتازين بصراحه في التمثيل، انا بحبها جدا ودمها هيبقى دمها خفيف قوي في الفيلم. ما عندناش كلام كتير نقوله في تشانج تشي لان اوريدي كنا عملنا تريلر رياكشن، فانا عايز اشوف على طول التريلر، واتمنى بصراحه ان هو يعجبني التريلر زي ما عجبني التريلر بتاع اللي فات اللي عملنا له تريلر رياكشن. التريلر اللي فات انا بصراحه عجبني يعني. طبعا كان قاعد اشوفش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي اول مره. يلا بينا. ثواني 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 ثواني. اوه ماي جاد، هو مش ده اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ ابو حاجه، ابو 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 منيل، ابو نيمل، ابو هو ابو حاجه، ابو شكله هو اسمه ابو حاجه، ابو منيل، ابو مش عارف، هو ابو حاجه. الكاركتر ده او الفيلن ده او الكريتشر ده عامه كان موجود في فيلم هالك بتاع ادوارد نورتون صح؟ ثواني بس، ايه اللي دخل الكاركتر ده في تشانج تشي؟ ده معناه ان هم هيعملوا فيلم جديد لهالك وهيجيبوا هيمشوا مارك رافل ويجيبوا ادوارد نورتون؟ طيب ولا ثانيه واحده، انا عايز ابص معلش وانتوا معايا كده على وانتوا معايا على الخد. ايوه يا جماعه لقيته، الاخ اللي كنت بقول لكم عليه مش اسمه ابو منيل، اسمه ابومينيشن. ابومينيشن الكاركتر ده اللي كان ظاهر يا جماعه كان في هالك. انا برضو قلت الكاركتر ده شكله امه مش غريب عليا، حاسس ان انا شفته قبل كده مش غريب عليا. وفعلا اول لما شفت الحته الاخيره دي جمعت على طول ان هو، بس شكله ما كانش هو يعني. تقريبا في هالك على ما اظن ما كانش بودان، ولا تقريبا كان بالبتاع اللي في ظهره ده يعني، فشكله كان غريب شويه. فانا جمعت اول لما خدت بالي ان هو يعني كان موجود في هالك يعني، كان في انكريدبل هالك. طب انا مش فاهم برضه هيعملوا كروس اوفر يعني، ولا مكملين، ولا ده ظهر منين اصلا، ولا ده ايه بالظبط؟ انا مش فاهم يعني، ما اعرفش هم هيمشوها ازاي. فهم تقريبا مدخلين، ما علينا، ممكن خبراء الكوميك بوكس يقولوا لنا في الكومنتس لو هم عارفين اي حاجه عن الموضوع ده، عشان انا بصراحه مش خبير كوميكاوي كوميك بوكس، فانا ما اعرفش اي حاجه من الحوارات دي. فهو هل في كروس اوفر ما بين هالك وما بين تشانج تشي الغريبه اللي الفيلن يظهر هنا وبعد كده يظهر في الفيلم القديم انكريدبل هالك ده اصلا من 2000 وكام؟ 2008 على ما قديم قوي، بقاله بتاع فوق ال 10 سنين يعني، تمام؟ او يمكن اكتر من 10 سنين. ففكره ان هم يجيبوه هنا ده شيء غريب فشخ بالنسبه لي يعني. انا نسبه ترقبي للفيلم هي 7 من 10. الفيلم شكله حلو، وفعلا تجربه المشاهده لازم تكون سينما، ما ينفعش على اي منصه من المنصات، ده من وجهه نظري الشخصيه. متحمس للفيلم؟ متحمس للفيلم، بس انا متحمس لهالوين كيلز اكتر من وجهه نظري يعني.
بس دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، تريلر رياكشن لهالوين كيلز ولتشانج تشي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل الثاني اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. وباي باي.